برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، أقامت غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مملكة البحرين احتفالية ليلة الأبطال بمناسبة قرب انطلاق دورة الألعاب الأولمبية أولمبياد باريس 2024. وخلال الحفل ألقى سعادة السيد فارس مصطفى الكهجي الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية كلمة رحب فيها بالحضور، مثملا دعم سمو الشيخ خالد بن حمد للحركة الرياضية وموازرة المنتخبات الوطنية لتشهد المملكة قفزات نوعية كبيرة على صعيد الإنجازات الرياضية، ثم قدم لمحة عامة عن مشاركة البحرين بأولمبياد باريس 2024 والتي ستشهد مشاركة تاريخية لأول مرة على مستوى الألعاب الفردية بمشاركة أربع رياضات وهي ألعاب القوى، الجودو، المصارعة، رفع الأثقال، مشيدا بالجهود التي تبذلها جمهورية فرنسا للإعداد والتحضير لدورة الألعاب الأولمبية، معربا عن ثقته بقدرتها على تنظيم الحدث بصورة رائعة ومتميزة. كما شهد الحفل سلسلة من الكلمات التي أشادت بالعلاقات البحرينية الفرنسية وحركة التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين الصديقين.